اللي وصلنا للحال ده حضراتكم معرفش. ده خناقة شوارع دي طبعا، فريق ضد فريق. بص اللي ماسك لك الصينية ده درع، عاملها درع، واللي ماسك لك الكرسي، واللي بيرمي طوب، واللي ماسك لك سنجة، واللي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض يكون في دوريات باستمرار من الشرطة وكاميرات مراقبة، المفروض تكون متصلة بالإنترنت أصلا في الشوارع الرئيسية، تمام؟ وأمور زي دي توصل للشرطة. طب يا ابني انت وهو في الاخر لما تعوروا بعض وتروحوا المستشفى واللي ياخد عاهة مستديمة، طب امك وابوك اللي هيفضلوا يصوتوا عليك ليل نهار؟ نفس المشاهد دي حضراتكم اللي بنشوفها في افلام ومسلسلات البلطجة. ركزي، اهو دول فئة الشعب، فئة الشعب. افلام بقى زي ابراهيم الابيض وعبد موته ومسلسلات مش عارف زي ايه وايه اللي بتيجي في رمضان، والممثل اللي عامل لك فيها شبح واللي يحرق لك حلقة معينة. او طبعا لازم يعملوا مسلسلات كده ليه؟ عشان اغلب الشعب، مش اغلب الشعب، فقير، ناس شعبية، شبرا بقى وامبابة وكرموز في اسكندرية والعصافرة ومش عارف فين وارض اللوا وبولاق وسلم صفت ونزلة الكهرباء ومش عارف ايه. طبعا يا باشا طبعا، ما احنا لما نعمل راقي راقي راقي، لا الناس مش هتتابع، الناس عايزة تشوف الجو ده، فادي النتيجة في الاخر لما ياخد الممثل كذا قدوته. تمام حضراتكم بصوا نفس الطريقة، امسك كرسي درع ولا صينيه، وامسك السيف ولا لا حول ولا قوه الا بالله. طب الاسلحه دي بيجيبوها منين اصلا؟ بيجيبوها منين؟ لازم مباحث تشتغل على الموضوع ده، يشوفوا مين اللي بيصنع الحاجات دي، مين اللي بيصنعها. مش معقوله يعني السلاح طوله متر ونص، لا حول ولا قوه الا بالله. لازم يا جماعة والله العظيم المطاوي كمان القرن غزال دي يتمنع تصديرها، ولو بتتصنع في مصر دي حاجات غير قانونية وموجودة لحد الآن. آدي الشباب، آدي شباب الأيام ديت، آدي الشباب الألفية، آدي الشباب الألفين وعشرينات، آدي الجيل الحالي حضراتكم. لنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون على اللي بيحصل ده. لكم التعليق. السلام عليكم.